حركات هجوم غزو اللمقرة المتتبعين لموقع الناظور بريس نهار نزن السودي جنتبرات الساكنة الإقليم الناظور الساكنة الوطن عامة أنه الأطباء جن تحية تمقرة الأطباء الصاهرين على صحة المواطنين. نخصص نني الأطباء شكرا جزيلا لكم ومزيدا من الصمود ذي الجائحة يا مزين تسري التصني وذن قناش قال الأطباء قد تهاون قوينة ولكن نشي نخصص نني الأطباء مزيدا من الصمود نهني مزين هني جند الصف الأمامي نهني الضحان من أجل صحة المواطن. نقرسني الأطباء نهز على أيديكم بحرارة مزيدا من الصمود والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة إلى الجائحة الكوفيد، أولا نقر بأنه الأطر الصحية ذني تتيتي إقليم النظر تقيش مجهود دم قرن تعيش تقيش الظروف في جن يعني استثنائية، يتعيش العالم يكمر، يعيش المغرب، يعيش العالم يكمر. ربما يعني ما يتداول أخيرا نسور بأنه وذي النبو العناية أو لو وذي النبو هو تدريج الخطأ ضمقرا ذوي الجينيج العدد نوذن وقيمة نبوتس نتغى سبيطارات أنه يتفاقم الوضع أنه يدور عدد الحالات يمغى لأنه يوذن تسران التصل يعني الحوايج يتجان وتجيبو ذيك مشان سنت طغيما ذي ذرين سن وكسين بالاحتياطات مع انه تيري غاسل العلامات المرضى يجا انه يوذان خمني طغيما ذي ذرين وتقن بالاحتياطات انه يوذان تعادن حد النغني ويتكوض انه خمني تعادي ذي جن ممكن يوضط يجن مثلا يهرش يجن غايجا الامراض المزمنه ممكن يوني يجن انه يوذان تكوض نضغ المستشفى الحسني ذي ذكيج الحالة حرجة ذي الحالة كذلك بالموازاة تكمنية يوقع أنه حتى الشغيلة الصحية يعني ثرق في ذهلة حيث كمواطنين وكجنود في الصفوف الأمامية للوباء يخصني ري بانه كان غادي عشاش مثلا للجائحة ولكن بدون عطل ويعني مرة من هي يعني مخيتك يعني المواطن العادي تصواتك كي يجي يجني يخدم دي الصحة يخدم دي الصفوف الأمامية بالعكس أنه ذي يجي الإرهاق بدني وكذلك يجي الإرهاق نفسي أنه تعيش ذي الظروف شنوثينا يعني مني غادي كسيد مثلا لعدد الحالات قعدنت كذلك العدد الحالات الحرجة قعدت وكذلك الحالات الشغيلة الصحية حتى هنا ذي سني وذن هرشن ما ننكسي من هي المعطيات جاء أنه المستشفيات النغ يعني غير قادرة طول قاري زير بدأ أنه باش تستوعب مار الحالات ثم قرانين مثلا الحالات الحرجة لدرجة أنه نوض بعض الأيام أنه الإنعاش عمها منايا يتجن انه يتدكور الطاقه يعني الطاقه او المنظومه الصحيه تساتورا يعني التكواد يجن الحد وزماره تعدو غزات هذا يعني المنبر تحيي الطاس الاطر الصحيه الشغيلة الصحية ذي الإقليم النظري تقريج مجهود ضم قران باش أتقذخ الجائحة ودرجة أنه يوذن صبان أقيني لحد الآن قصبان باش أن أنفون إن شاء الله زي منايا سلم البراء أذيني ندائنو السكينة وني أولا الوقاية ممنوع التجمعات تفادي التجمعات هذه الكمامة بصفة مستمرة تباعد الجسدي وكذلك استعمال الغسل اليدين السيري في السن أو اللغة النعقم وكذلك الحاجة اللي جا مهمة أنه يجن طاقم طبي وتمريضي رهن الإشارة للمواطنين مزريب قد نجم المراكز الصحية مختبرات باش وني غاي الأعراض أضراح باش هذيك تحليل النس هذيك سيد دواء النس و كذلك هذيك العزل الناس. بالنسبه
حيت القضية يا الإنسان أنه باش تعيش ذي الظروفة إذا خلي نسيو رمو أتيري تيقجد أتعيش ذي الظروفة وزمار تما يقصح أنه خاص نتحكم ولكن خسد السنان يوذن بأنه ماشي مسألة بعيدا جدا على القضية من المجزرة وإنما الإوذان بالعكس أقين جن يعني جن المستوى تسمى الإرهاق ذوينة ضبقرا ومع ذلك تقنيش مجهود تسمى قياسي ذي المرحلة باش ممكن تصرفان أكبر عدد من الناس يوذان شمارات دي تسن دي الحالات الحرجة وكذلك باش أذكسين باش أذعالجن أذكشن الأذكسين وزما بني نيشان حاجتي مشروع دبوس الطاوين ذي نيشان الفئة زعما صراحة خدام جهود الشرطة راتيم قراني نقطاس ذي نيشان الفئة ربما صراحة لا إله إلا محمد رسول الله قجي بنسي نوع والله ثم والله إلي نوع وفي نفس الوقت يغان غيني لأن مقصوة تذكر ولا أسماء نسبة شو سقام بقية تفريز نهني سنة تحيي خثن سواء خميدين تدف نغدر معك لا يعني مقارس بشي مواطن في سنة سواء مثلا خل إنعاش نخ سواء خل غرف يتجل يتجل مثلا مرة غالغرفة نور العمليات ذي الكثير يتواجدن يعني ذي المستشفى الحسني فانت تا بالخصوص ذي الاطباء يتجن ديني الله يجازيكم بالخير نشين قذوا مثلا شي قطاوة تنديت النظر نشين غيور سبيطاني شين اننا مادا بينا سبيطاننا ذي هذا ماذا قني جند جديد اديري باحسن جودة ان شاء الله كان إشاعات الشارع أنه من المزارع الآخر وليني واسم ومن بين السوار نوها رغم أنه الأطباء تبين شان مجهود جبار وليني جذب زورة جائحة ثانيتا وليني جذب زورة مهددين زي الموت من أخذ يدنا كنقطة يعني نزرع مؤخرا عبر التواصل الاجتماعي الفيسبوك كاريجن الضجاخ للمستشفى الحسني التاسم نوضا قاند المجزرة ربما انسي ما تنصر حق الزايس ذي الموقع نادور بريس اننا نغل المجزرة نشلو من نغل المجزرة واننا نقصيد بو اننا مثلا الاطباء اذي نغوات خدمة بو الخدمة نسن خصنا نسنيش نحاشت قال الله يحسن عاون قد طب بدي تاسم ديني ربما طغا غسمنيان ساعتين يمكن يعني ارى 14 ساعتين ويزاربو ثمغا النص ويخزابو الاولاد الناس دائما ان شي ان ما كانت ورقه قنغ ذي كوفي يعني ذي الوباء كورونا يعني الانسان يتقذ زقخ في النس ومع ذلك يتيشي جن طاقه طمقران تطاسي المواطن يتيشي جن طاقه طمقران تي المواطن يعني شين وانت ريبولهم ذي المواطن ذي الاطباء يتجان ديني نعم ذي نيش الاطباء قنقاريت ونتحمل ذي المسؤوليه وتجن اننا نزايد خاصني غناني خاصني كمزايدات والله الا ذي ربعات خزان غير جبوب قاثنيني غادي نزيد نعاودو ذي ربعات نتحياتا يجن تحيه طمقران طاس خمين تقم اك المواطنين غير الساكنه تنضيطنا النظر لان ما ذوني الواج ديجن الواجب تتقت كقش ديجن المنصيب للعمل خدمت كما ينبغي غتخدمت فجزاكم الله خيرا ان شاء الله فهذا ما يا ايغان غنيني بسم الله الرحمن الرحيم دي البدايه الشكر الجزيل للموقع المحلي نادور بريس دائما هنا تنقلنا نقد الاحداث هذه المشاكل اللي توقع عندي تنديت نغل النضا السؤال الجوهري المطروح هو انه ما مش تعدوا الظروف ما مش تعدوا الظروف ذي الراهنه الحاليه الجائحه كورونا على العموم مين تسرى ما يرج ومين تسرى ذي تندينت النضا انه يجن الفئه نيودان دائما سكان سيف السن الاطر الطبيه الممرضين المستشفى النغل المحلي شان سفوس تعيبا تكارا الأطر الطبية الممرضين ذي وذاني الجندي الصفوف الأمامية غاصن الخطورة الحياة نسن أولا
صحة نسن أولا يوذن سكان غاسن تزوان تنتمر غانا كيسان غطرنا سندرهاد شاثن دي الطاقم الإداري الطاقم الطبي شاثن دي دي دي, دي الحراس للأمن الخاص سبيطارة كذا ولكن هنا ويعقي بن شوى السين شا من ديني من يتوقع إذن يخسي وذن أذمن عن شوية يرسنسن أدحاول شوية يخسوا شي تنشا يعني دي الاطر الطبيه الممرضين دي وذن الجندي الصفوف الاماميه نيني بعد ذم زوات خطر لحياه الانسان مار غنغلى الى خدم دي سبيطارات غن فاميليا غنغلى شي نسمتنا ايتمتنا مار خدم دي سبيطارات تعودنا نتسلمي توقيعا ولكن وجي سلكم ما مش تعودن اي وذن اقع على العموم يخسى اي وذن تساهم لان لاجل ان سنجح المرحله يثنتي جن حساسه والمرحله كنت عالميه قوجي فقط يثندي النظر مرحله عالميه يجي المشكل ديال دي ضمقران دي, دي دي عدم يعني الجهاز التنفسي يجي خاص العمديه الطاس دي وذن يتجن الحاله الحساسه ثنيقه عالميه دي اوروبا بعض الاحيان دي اسبانيا شنت مرات وغاس نبول الجهاز التنفسي زي غنقذني وذن ثني مساله عاديه اذا نخصي وذن ادعاونا اتسهما وني سوا نتقمموها يقصد يحاول ما امكن هذا لن تدعاون هذه جبد هذه صدق هذه في سبيل الله اذا نحاول ما امكن ان نجمع شويه يرسنغ ان دعاتك وذانا ان شاء الله وندعى بصفه عامه الله سبحانه وتعالى خن غير الوباء ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشر الايجابيه وبعيدا عن السلبيه التي تسود بعض الاصوات وبعض المنابر هذه الايام. المستشفى الحسني والطاقم الصحي والطاقم الطبي مشكورين. عرفت هذه في الأيام الأخيرة واحد تحسن ملموس جدا ويستحقون على هذا التحسن كامل التقدير وكامل التشجيع وكامل الدعم ونتمنى إن شاء الله بحول الله المزيد من مجهودات لنجنب هذا الإقليم العزيز الكوارث وهذه الأزمات التي انتشرت في الأيام الأخيرة. الأصوات التي انطلقت مؤخرا والتي تنشر السلبية نتمنى لا تجد صدى لأن هذه السلبية بطبيعة الحال فهي تؤدي إلى تأزم الوضع وإلى المزيد من المشاكل التي تتخبط فيها الساكنة ونتمنى بحول الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويعم السلام في هذه المنطقة العزيزة وشكرا. الأطر الصحية ذي تنديت النظر ترجع رسالة أطر صحية هندتنا النظر على حسب الجائحة هي كورونا محاربة جائحة كورونا نتشكر هنا تسخ المجهودات الجين ونقارز زعما هنيئا لكم بركي تسخ المجهودات الجين وتصل إشاعاتين تسرى بالله جين 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 مو ولكن نتمنى زي الإخوان زي وترين شغل منوية وني جيش نحاج تاخذ تسرع بالعالمين أولا ونتمنى زي الاخوان مره بالنسبه يتبرع الدم بالنسبه لسبيطار الحسني احتاجنا الطاس اذا من توجهني يعني التحق سبانك الدم باش هذاك السنه اذا من وركت على حسب من توارى نشين بالنسبه للاصدقاء الناض فاميليا نغمس ونتوارى باش حاج زمانويه يقانم مود جيم الاشاعات ونتمنى سيدي رب العالمين هذا يوفق ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله.